وزير الهجرة سويدي مورغان يوهانسون يرفض الطلب الذي تقدمت به ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا في تقديم المساعدة باستقبال المزيد من اللاجئين الذين يصلون أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. الوزير يوهانسون قال إن السويد فعلت أكثر من أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، وهناك دول أخرى لم تقدم المساعدة بحسب تعبيره. الشرطة السويدية ذكرت أنها نفذت مساء أمس الاثنين عملية أمنية حول السفارة العراقية في ستوكهولم بعد ورود بلاغ باحتمال وجود جسم خطير خارج السفارة. الشرطة كانت فرضت طوقا أمنيا حول البناية، وقام فريق من تفكيك المتفجرات بفحص الجسم والتأكد من عدم خطورته، وفي وقت لاحق أنهت الشرطة العملية وفتحت الطرق المؤدية للسفارة. تحقيق لصحيفة الطومبلادت يكشف عن قيام سلسلة المطاعم الشهيرة برجر كينج بتقديم طعام قديم إلى زبائنها كان يفترض رميه، لكن العاملين في العديد من هذه المطاعم كانوا يعيدون تقديمه بدلا من التخلص منه. إحصاءات جديدة نشرها المجلس الوطني لمكافحة الجريمة اليوم الثلاثاء أظهرت أن نسبة الأشخاص الذين تعرضوا بشكل من الأشكال للجريمة ازدادت في العام 2018 ووصلت إلى 26.4%، وكانت النسبة في العام 2017 بحسب الجهة المذكورة 24.7%. الشركتان المشغلتان لمترو الأنفاق وقطارات الضواحي في العاصمة ستوكهولم بدأتا اختبار عدد من الإجراءات الجديدة البسيطة لتخفيف الازدحام في محطات القطار. الشركتان نشرتا لافتات وردية اللون تدل المسافرين بعشر خطوات على الأماكن التي يجب أن يسيروا باتجاهها أو يتوقفوا عندها ليتم توزيع الركاب بشكل يخفف من الازدحام.